قد طرأ تغيير على الكتب الموجودة الآن من التوراة والإنجيل، وحدث تغيير فيها. وقد ذكر المؤرخون من غير المسلمين هذا الأمر، لكن مع ذلك كله لازمنا نجد في التوراة والإنجيل التبشير بمقدم رسول. هناك رسول قادم، التوراة تبشر به والإنجيل سيدنا عيسى يبشر به، فمن هو؟ من هو الذي سيأتي بعد عيسى؟ من هو هذا الرسول؟ ما اسمه؟ ما صفاته؟ سنرى أولا التبشير بمقدم هذا النبي. هناك نبي قادم. ففي التوراة جاء في سفر التثنية الإصحاح 18 الفقرات 18 و19، يا موسى إني سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك، أجعل كلامي في فيه ويقول لهم ما آمره به، والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن سبطه. هذا موجود عندهم الآن في التوراة الموجودة التي يقرأونها. ماذا يقول؟ سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم. من إخوانهم؟ لو كان منهم من بني إسرائيل لقال سأقيم لهم نبيا منهم، لكن ما قال منهم، قال من إخوتهم. فمن إخوتهم؟ أبناء إسماعيل. وفي نفس السفر قال موسى لبني إسرائيل لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين، فسيقيم لكم الرب نبيا من إخوتكم مثلي فأطيعوا ذلك النبي. وقد استدل كثير من الكتاب الذين أسلموا من اليهود والنصارى أن هذا لا يمكن أن ينطبق على سيدنا عيسى، لأنه ليس مثل موسى، فهو ليس له أب، وهو لم يمت، وهو ليس صاحب شريعة. فالصفات التي تنطبق على سيدنا موسى تنطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإنجيل فماذا نرى فيه؟ جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 16 الفقرة 17 إن خيرا لكم أن أنطلق، لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط. وبعض النسخ يعني هذا موجود، الفارقليط موجود في النسخ التي من الطبعات بعد أن ظهرت المطبعة، موجود هذا، لكن غيرت هذه وأصبحت المعزي، يعني الذي يعزيهم عن سيدنا عيسى. لكن انظروا ماذا يقول، إن خيرا لكم أن أنطلق لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط، فإذا انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة، وإن لي كلاما كثيرا، وإن لي كلاما كثيرا. فسيدنا عيسى يقول لهم كما هو موجود عندهم في الإنجيل، وإن لي كلاما كثيرا أريد قوله ولكنكم لا تستطيعون حمله، لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق، يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع، أي أنه أمي يتلقى الوحي ويتكلم. قال بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بكل ما يأتي. هذا كلام المسيح عندهم في الإنجيل عن الرسول الذي يأتي بعد المسيح. فمن هذا الذي جاء وأخبر بأمر الدين كله وأخبرهم بأمور المستقبل؟ من هو غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في إنجيل متى في الإصحاح 21 العبارات من 42 إلى 44 قال لهم يسوع، يقصدون عيسى عليه السلام، أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب؟ كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. وإلى هذا أشار الحديث النبوي أن بناء النبوة قد اكتمل إلا موضع حجر، فأنا ذلك الحجر. وهنا يقول عيسى لبني إسرائيل، يقول لهم إن ملكوت الله، وملكوت الله مصطلح في الإنجيل أنه الوحي والهداية الإلهية، قال إن ملكوت الله ينزع منكم، أي ينزع من بني إسرائيل. أين يذهب؟ قال ويعطى لأمة تعمل أثماره، ويعطى لأمة أخرى تعمل به وتحققه. وإذا تساءلنا ما اسم
هذا الرسول. نرى في التوراة في الإصحاح 16 في المزامير، لكن النسخة العبرية. أخبرني الأستاذ أحمد بيداد فقال في النسخة العبرية نجد هذه الكلمة: هكو هكو ما متا كم ذي كله محمد محمد. انظروا محمد، فكما ترون هذا النص العبري لا نجده في ما هو مكتوب باللغة العربية. ذكره الأستاذ أحمد بيداد، معناه كلامه أحسن الكلام، إنه محمد العظيم. هذا المعنى الذي جاء فيه وفي السياق الذي جاء فيه. ثم نرى في إنجيل برنابا، وهذا إنجيل برنابا أخرجه قس لاتيني من مكتبة البابا تقريبا في القرن 17، اسمه فرامرينو، فرامرينو هذا الراهب، وأسلم ونشره. في هذا الإنجيل مكتوب ما يلي: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. وأما الهندوس فلهم كتاب مقدس اسمه السما فيدا في الجزء الثاني من الفقرة 6 و8. ما نصه؟ قبل أن أذكر نص قلت أقول هذه الفقرات التي أخذتها وتسمعونها مأخوذة من كتاب لعالم مسلم في الهند تتبع الديانات الهندية اسمه تي محمد، وألف كتابا سماه التيارات الخفية في الديانات الهندية القديمة، تتبعها واستخرج من هذه النصوص وعزاها كما تسمعون. ففي الجزء الثاني من الفقرات من 6 إلى 8 ما نصه: أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة، وقد قبست من النور كما يقبس من الشمس. وجاء في كتاب مقدس آخر عند الهدوس الجزء 20 الفصل 127 الفقرة 70 ما يلي، اسم هذا الكتاب أدهرو إيدم أو إدروا ذيدم. قال: أيها الناس اسمعوا وعوا، يبعث المحمد بين أظهر الناس. ثم قال: وعظمته تحمد حتى في الجنة ويجعلها خاضعة له، وهو المحامد يعني محمد. وجاء في كتاب هندوسي آخر هو بهوشي برانوم، بهوشي بهوشي برانوم، الجزء 12 الفصل 3 العبارة الثالثة وما بعدها ما يلي: في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محامد، الملقب بأستاذ العالم، والملك يطهره بالخمس المطهرات، وهي الصلوات الخمس التي يمحو الله بهن الخطايا. أما لماذا لا نجد هذا الوضوح في النسخ الموجودة لنا الموجودة الآن عندنا في التوراة؟ يقول المؤرخ الإنجليزي الشهير جيبون في الجزء 5 من كتابه، يقول: إن الأحبار والرهبان حوروا وبدلوا بعد ظهور الإسلام نصوصا كثيرة في التوراة والإنجيل. ويقول أحد الكتاب المسيحيين الذين هداهم الله إلى الإسلام في كتابه محمد رسول الله هكذا بشرت الأناجيل، وهو الأستاذ بشرى زخاري ميخائيل، يقول: إن الرهبان قد حرفوا وبدلوا، ويظهر ذلك من اختلاف الطبعات للإنجيل، الطبعات بعد ظهور المطبعة، في اختلاف الطبعات بعد ظهور الطبعات للإنجيل بفعل أيدي الرهبان حذفا وتحريفا. ويقول مطران الموصل السابق الذي هداه الله إلى الإسلام وهو الأب عبد الأحد داود الأشوري في كتابه الإنجيل والصليب: إن العبارة الشائعة عند النصارى الحمد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة لم تكن هكذا من الأول، بل كانت الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. فنجد مثل هذا النص فيها، يقول فيه في سفر أشعياء، يذكرون أن هذا موجود في سفر أشعياء، يقولون: وما أعطيه لا أعطيه غيره، أحمد يحمد الله حمدا حديثا، أي حمدا يعني رسالة جديدة،
رسالة جديدة ودعاء لله وعبادة لله حمدا حديثا. وما أعطيه لا أعطيه غيره. أحمد يحمد الله حمدا حديثا، يأتي من أفضل الأرض. وكما جاء أن أحب البقاع إلى الله هي مكة، لولا أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم أخرجوه منها. قال يأتي من أفضل الأرض فتفرح به البرية وسكانها، ويوحدون الله على كل شرف، ويعظمونه على كل رابية. واضح أن هذا يدل ويشير إلى الأذان، يوحدون الله لا إله إلا الله عندما نؤذن على كل شرف وعلى كل رابية، لأن المسلمين يحاولون أن يكون لهم مكان مرتفع ليبلغ الأذان.